قيل لي أن أذهب لعمل الفاكسين الأخير الثاني، وكنت أفكر أني سأذهب إلى محل هوسبيتال ومستشفى أو شيء، فاكتشفت أنني في أهم كنيسة في إنجلترا وربما من أهم الكنائس في العالم التي تأسست قبل 1060 سنة، وهي ويستمينستر أبي. وعندما دخلت في هذا المبنى العظيم الجميل الذي فيه 3300 مدفون من زعماء وعظماء، فاستقبلتني الممرضة وقالت لي اخلع الجاكيت، فقلت لها ليس في هذا المكان المقدس. ثم قالت انظر من تحتك، فوجدت تحتي مجموعة من العظماء الذين دفنوا هناك. طبعا اللي على الأرض هؤلاء هم المثقفين ورؤساء الوزراء والمشاهير، واللي فوق الأرض هم الملوك والملكات والعائلة المالكة، يعني طبقية حتى في الموت. ثم فرأيت أمامي العدد الكبير من العظماء الذي يتمنى الإنسان أن يراهم، مثل الملكة إليزابيث الأولى، وبجانبها بنت عمها ماري أوف سكوتلاند التي دفنت بجانبها بعدما أعدامها، ولكن ابنها جيمس قرر أن يدفنها معا. وهنا آيزاك نيوتن مثلا، وآيزاك نيوتن طبعا معروف، وهنا تشارلز داروين كذلك، تشارلز داروين مات، وهنا كذلك داروين يس أوف كورس، وهنا كذلك مجموعة من كبار الناس. هذا بن جونسون رفيق شكسبير والذي عليه تعتمد الروايات في وجود شكسبير، وهذا تشارل ديكنز جاري الذي موجود طبعا. وهناك العديد من الموجودين كما ترون في الصور من عظماء بريطانيا. وقلت هنا مثل درايدن، ودرايدن يعتبر من الشعراء بريطانيا في القرن 18، وهناك مثلا ديزرائيلي، وتشرشل رفض أن يدفن هنا لأنه لا يريد أن أحد يطأ عليه، لكنهم وضعوا له قبر أو تذكار، وصار الناس كلها تطأ عليه من عندما يدخلون المبنى. قصص لطيفة جدا. طبعا لورد بايرون رفضوا أن يدفن هنا، لكنه في النهاية بقي له تذكار. فهذه الكنيسة العظيمة التي أخذت فيها الفاكسين. هذه الكنيسة آية في العمران وفي التنظيم وفي الأركيتكتس الموجود فيها، وكذلك في التصميم. وفي هذه القبور طبعا الموجودة العظماء، من بينهم العديد من الموسيقيين والشعراء والأدباء والمثقفين، وطبعا السياسيين من رؤساء وزارات وغيرهم. وبعد خروجي من هذه ذهبت وأوجدت أمامي نيلسون مانديلا في الوسط، ومن نيلسون مانديلا وبعده عندك غاندي، وكذلك تشرشل بعد قليل سيأتي، عندك غاندي وعندك تشرشل، وتشرشل طبعا محروس، وديزرائيلي كذلك، وهذا تشرشل طبعا محروس من الجنود خوفا من أن يتعرض له أحد بالتشويه كما هو العادة في بعض التماثيل، وهكذا. شكراً.